هذا المياه اللي يندفع يوصل ارتفاعه الى تقريبا 40 متر. ومعلومة اغرب من هذا اطيش مياه، نحن الان في منطقة هانكافان. هانكافان منطقة غنية بالمياه المعدنية. اللي نشوفه هنا ينبوع المياه المعدنية. ارتفاع المياه المندفعة من الأرض يوصل إلى 40 متر، 40 متر بدون استخدام أي ماطور، بدون تقنيات. وحتى أقدر أثبت لكم كلامي أو كلام الشخص اللي انطانا إياها المعلومة، للأسف هنا ما نقدر نشوفكم يعني لأن هذه مربوط، لكن عندنا فيديو صغير صورته من الفيديو مال الشخص يبين ان اندفاع الماء. هذا الماء، شوفوا هذا المياه، هذا المياه اللي يندفع يوصل ارتفاعه الى تقريبا 40 متر. ومعلومة اغرب من هذا اعطيكم اياه، ان هذا الماء يخرج من عمق 430 متر من تحت الارض. والاغرب منها راح اشوف لكم الاحجار او المعادن اللي تترسب بداخل الانابيب. هذا، هذه طبعا الاحجار تخرج هذا منها، من هذه الانابيب. درجة الحرارة 41 درجة، يطلع المي يندفع، يتم تجميعه في هذا الخزان، يتجمع به ومن خلال هذا الخزان يتوزع على الغرف. داخل هذه الغرف اللي أمامنا أحواض، والغرف تأجرها أنت وعائلتك خصوصية، ما حد العلاقة يقدر يتقرب عليك. تدخل جوا تسد الباب، حوض موجود هسه راح أصور لكم الحوض أيضا تشوفوه، تقضي لك فيه نص ساعة أو ساعة. مياه معدنية، مياه صحية، أمراض لا سامح الله، إذا عندك روماتيزم، إذا عندك أمراض جلدية لا سامح الله، مرض مفاصل، يعني بيها فوائد كثيرة. والزائد يروح يصب هناك، تشوفون السيارات، خلف السيارات أكو نهر، يروح يصب النهر. هذا الأنبوب، شوفوا الحجرة اللي شوفنا لكم إياها، الحجرة الأسطوانية، هذه الوضعية مالتها. هذا داخل الأنبوب، الترسبات يعني. هذا الآخر، فهذه بين فترة وفترة يغيرون الأنابيب، يستبدلوها بأنابيب جديدة. هذه الترسبات اللي نشوفها أمامنا داخل الأنابيب، مو ترسبات سنين، ها، خلال شهرين 3 أشهر أكثر شيء يصير هذه الترسبات نفس هذه. بعد شهرين أو 3 أشهر يتم تغيير الأنابيب. نحن الآن فوق أحواض المياه المعدنية. هذا من هنا طبعاً. درجة الحرارة هسه هنا 40 درجة، طعمه مالح على حامض، تحس بأنه مياه معدنية عن جد.